مرحبا بكم. في هذا الفصل سنقوم باستخدام المعارف التي تعرفنا عليها في الفصول السابقة، حيث سنقوم بإنشاء أول مشروع كامل لنا، مشروع تجاري وسيكون ناجح وتستطيع بيعه أو تقديمه لزبون محدد. لكن نحن الآن في مجال هندسة البرمجيات، لذلك عملية البرمجة ما هي إلا نقطة من نقاط دورة حياة البرمجية، فيعني توجد الكثير من الأمور التي يجب أن نقوم بها قبل عملية أي برمجة لمشروع ما. لكن نحن في الوضع الحالي يعني ليست هندسة برمجيات كاملة والتي يمكنكم البحث عنها ومحاولة تطبيقها، فهندسة البرمجيات تبدأ بالوثائق ويعني المعلومات والمتطلبات التي يقوم الزبون بإعطائها لك. يعني إذا كنت تتعامل مع زبون مباشر سيعطي لك بعض الوثائق التي تسمى المتطلبات. بعدها تأتي عملية التحليل، حيث يكون علينا في النهاية أيضا إخراج وثيقة، وتكون هذه العملية دقيقة جدا من أجل معرفة متطلبات الزبون. فنقوم يعني التعرف بكل التفاصيل الدقيقة على ما يريده الزبون من الصفر حتى الأخير. بعدها تأتي مرحلة التصميم، وهي المرحلة التي يتم فيها تحديد طريقة حل المشكل والمشكل الذي نعتبره طلب المستخدم، وأيضا نعتمد فيها على التحليل الذي قمنا به ونرى أفضل طريقة. يعني هندسة البرمجيات ليست فقط إنتاج برنامج، بل هي تحديد أفضل تكلفة وأفضل إنتاج للبرنامج. لذلك سنحدد أفضل طريقة لتصميم البرنامج، وفي التصميم نحدد المكونات والوحدات والكلاسز والأشياء الأخرى. لدينا الكثير من لغات التصميم مثل لغة UML، ويعني نستخدمها بكثرة في هندسة البرمجيات. توجد لغات أخرى لكنها هي الأكثر شهرة، بإمكانكم البحث عن كورسات حولها وتعلمها. نحن لن نستخدم التحليل، فقط سنقوم بتحليل بسيط من عندنا. بعد مرحلة التصميم تأتي مرحلة البرمجة، وما هي إلا عبارة عن تحويل تلك المخططات التي أنتجناها في وضع التصميم إلى برنامج حي، ووضع أفضل يعني الطريقة الأفضل لتجسيد ذلك الكود. وكما رأينا يعني الآن نحن لدينا خبرة برمجية، نستطيع إنتاج البرامج. هذه الخطوة تم تجاوزها. فقط يعني إذا أردت الدخول إلى عالم هندسة البرمجيات يمكنك البحث فقط في التصميم والتحليل، وما هي إلا أجزاء متفرعة يعني في هندسة البرمجيات. جزء البرمجة الآن لقد أتممناه. بعد التصميم أو يعني بعد التصميم ثم البرمجة يأتي التستين أو التجربة لمعرفة هل يتوافق البرنامج مع النتائج التي نريدها، خاصة إذا كان البرنامج يتم العمل عليه من طرف فريق. فيتم إنتاج جدول شروط في مرحلة التحليل، سنقوم بموافقتها ونقوم بتجربة تلك يعني الشروط أو النتائج التي يعني وضعناها في الحسبان، ونقوم بالتعرف على كل واحدة هل تم إنتاجها أو لا. وهذا هو هنا يعني قسم عملية تستين. وكما ترون يعني من الكلام فهي مرحلة بسيطة فقط نقوم بالتجريب، لكن لا يعني هي ليست مرحلة بسيطة، يوجد يونت تستين والكثير من الأمور الأخرى التي يمكنكم التعرف عليها. نحن نتحدث الآن عن أنظمة معقدة، أنظمة كبيرة ليست أنظمة بسيطة جدا التي يمكننا عملها فقط من الأفكار الموجودة في رأسنا، والتي يعني بسيطة جدا. مثلا برنامج يطلب منك شخص عادي برنامج ما، فالأمر لا يحتاج إلى تحليل فقط إلا إذا كان النظام معقد وفيه الكثير من الأشياء الأخرى. وآخر شيء وهو التطوير والصيانة. برنامج مثل الابن يعني يجب أن تقوم برعايته دائما، يعني ليس عندما تقدم البرنامج للعميل ينتهي الأمر، فالبرنامج يجب أن يكون لديه تطويرات وصيانة دائمة لهذا البرنامج، وهذا بملزم العقد الذي تقومون به. في هذا الفصل سنقوم بإنتاج مشروع كامل بسيط جدا لا يحتاج إلى هذه الأنظمة المعقدة، فقط تحليل بسيط في رأسك بعض المخططات وتقوم بالبدء في إنتاج هذا البرنامج بكل سهولة. إذا دعونا نبدأ.